الله صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنا وعن شيخنا وعن شيخنا وعن قال الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه ورحمه قال في جميعه ما زلنا في الكلام عن التواضع وصلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق. قال رحمه الله أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان وساق السند إلى يحيى بن حماد. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر الأشناني وساق السند إلى عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من بقي في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق وغمط الناس. قال لفظ حديث الأشناني. قال: وقوله بطر الحق يعني تكبر عند الحق فلم يقبله. قال: وقوله غمط الناس يعني يحتقره. قال: وقوله الكبر كبر من فعل هذا كقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال: يعني البر بر من آمن بالله. وساق السند إلى قريب بن أبرهة إلى ثوبان بن شهر قال: سمعت قريب بن أبرهة هو جالس مع عبد الملك في سطح بدير المران تقريبا هذا الدكتوراه، فهو ذكر الكبر. فقال قريب: سمعت أبا ريحانة يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل شيء من الكبر الجنة. قال قائل: يا رسول الله، إن أحب أن أتجمل بعلاق صوتي وشسع نعلي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. قال: واللفظ لأبي اليمان. ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمة الله عليهم أجمعين قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو فبقي عبد الله بن عمر يبكي. قال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ يا أبا عبد الرحمن، قال: هذا. قال: يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال: يزعم أنه سمع رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله عز وجل على وجهه في النار. ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. جزاك الله خير. هنا في هذا الباب قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه فيها دلالة على خطورة الكبر وأيضا فضل التواضع، التواضع من أعظم أعمال القلب. وهنا قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه نازع الربوبية ويصفه من صفات الله جل في علاه الخاصة بالله جل في علاه. لذلك قال: الكبر دائر والعظمة إزاري، ما نزعني فيهما عزرته. وأيضا أن الكبر يجعله يحتقر من أمامه من الناس. ولذلك قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس. بطر الحق رده، عنده أنفة، بعدما يظهرون له الحق لا يقبله، عنده أنفة لا يقبل ذلك. وقال: بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس، يعني ينظر الناس بعلوب، ينظر الناس بأنفة، يكلمهم كما يقولون شامخا بأنفه. وهذا من أسوأ خلق الله جل في علاه، لأن الإنسان قال: من تواضع له هكذا رفع الله هكذا. وعباد الله جل في علاه من يدري من الأفضل؟ سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. قال عن يوسف: وشراه بثمن بخس دراهم معدودة هو خير من واطئ التراب. الناس فيهم جهل وجهالة، لا يعلمون أقدار الناس، وأقدار الناس عند رب الناس سبحانه جل في علاه. لذلك لا يتكبر أحد إلا وهو مغرور مفتون مأفون. وقال: ولا أدخل النار من بقي في قلب مثقال ذرة من إيمان. وهذه أيضا فيها دلالة على شيء مهم. وش هو بخاري؟ وش هو أسنوي؟ وش هو أستاذ فلاح؟ يا لقطة لازم يتكلم يا ما أقرأ السياق وفهمه، مش عارف أنا اللي بيحصل. قال: لا أدخل الجنة من مكان في قلب مثقال ذرة من إيمان كبر، ولا أدخل النار من بقي في قلب مثقال ذرة من إيمان. جعل الكبر مضاد ليش؟ للإيمان. جعل الكبر مضاد الإيمان، يعني لا ليس الإيمان من شيء. وإذا خلى القلب وإذا امتلأ القلب كبرا خرج الإيمان، فلا إيمان. وهو المقابلة هنا تثبت لك بذلك أنه ليس من الإيمان. وهنا في حديث قال رجل رسول الله: يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. الجمال غير مرفوض، ليس كبرا. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغبط الناس، وهو معناها رد الحق، عدم قبولي. عندما تقيم عن الحجة يزداد. هذا الولد في تركيا، الولد هذا يعني الذي صار يمدح الحوثيين
مهما أتته من البينات والدلائل على أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يسمع، يريد أن ينصر فكرته وينصر ما هم عليه. في تركيا يظهر أن اتجاه تركيا نصرة إيران، هذا ظاهر في هذا الباب، فلذلك تراه يعد حتى أتوني بشيء يعني يدهش العقل. ياسر الخبيث هذا الذي يسب عائشة على أنه هو جلس يركض خلفي ثلاثة أشهر ليتكلم، الأخ المغربي قال لي لا لا تجعله أتكلم معك، ويريد فقط يظهر معك. هذا الخبيث ابن الخبيثة يعني طبعا هو بيكفر، بيقول أن الخميني يقول بالحلوة والاتحاد. طب أنت بتكفر الخميني، والخميني من رافض ولا مش رافض؟ من رافض. وبيقول لك لا شوف انظر، احنا يعني الرجل عايز يروج للحوثيين، والتعليقات كلها اللي عنده كلها من صنعاء. مين بقى؟ الروافض الحوثيين. الرجل بيضيع نفسه على 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 اهون شيء. فهذا كبر، هذا كبر عندما يظهر له الحق ولا ياخذ به، كبر عشان ينصر الفكر. ولا والكبر له يعني عوامل واسباب كثيره، منها نصرة فكره، نصرة بيعه، نصرة شخص من الاشخاص دون دين الله جل في علاه. فبطل حق الناس يعني احتقار الناس. في قول الله تعالى ولكن البر من اتقى، قال البر بر من امن بالله جل في علاه. والحقيقه ان التواضع من الايمان والكبر من النفاق. التواضع من الايمان والكبر من النفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الكبر الجنه. فلما سئل الرجل يقول نعم حسنا وثوبه حسنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك بالكبر، ان الله جميل يحب الجمال، انما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. سف الحق لا يريده، ليه؟ لانه يخالف هواه، وكلما خالف هواه لا يمكن ان اخذه انفه وكبرا. وغمص الناس هو احتقار الناس والتعامل معهم بعلو. لما دخل عبد الله بن عمرو بن العاص مع عبد الله بن عمر على المروه فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو بن العاص وبقي عبد الله بن عمر يبكي. قال رجل ما يبكي؟ قال يا ابا عبد الرحمن، قال هذا يعني عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر كبه الله في النار. اعوذ بالله. شوف ابن عمر يبكي، يحسب نفسه انه دخل في قلبي بعض الكبر، وانا جالسين مدين رجلينا للناس ولا نحرك ساكنا. الله يغفر لنا. نعم. لا لا ليس كذلك، نتكلم الذي يمد رجله افتخارا وتكبرا. وقد قال الإنسان ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا زكيم شيخ زاني وأنا كذاب عائل مستكثر. ثلاثة لا يكلم الله إثبات الكلام لله جل في علاه، ما دام لا يكلم ثلاثة يكلم غيرهم، فهذا إثبات لله جل في علاه، والله يتكلم بصوت وحرف، والكلام هنا يوم القيامة. ولا يزكيهم، الحق هنا لا يكلمهم، وقد وردت الآيات أنه كلمهم. قال إيش؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. وقال قد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. هو يكلمهم هنا، ولذلك العلماء قالوا لا يكلمهم، هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، لا يكلمهم كلام الرحمة أو كلام فيه نجاة، بل كلام توبيخ وتقريع وعذاب. شيخ زاني لأنه لا يحتاج لزن، وملك كذاب ولا يحتاج أن يكذب، ده هو الملك أصلا، هيكذب ليه على الرعية؟ وعائل المستكثر أصبعه خرج من نعله بمد شبريني، ووضع رجل على رجل امام الناس ولا يرى الناس. يا راجل غطي اصبعك وبعدين انظر فيما تجلس هذه الجلوس. فيكون هذا ليس له الادوات التي يتكبر بها، ومع ذلك يتكبر، لذلك هو اسوأ الناس عند الله جل وعلا، فالعقاب له يكون وخيم. اللهم بارك. بارك يا ربي بارك. نعم حبيبي. السيدة بيقول عليه مش لاقي وبيتكبر، يعني ما نرجع بقى، المهم هنسيبك من بيقولوا عليه، المهم ان هو اصلا ايه؟ اسوأ الناس. ما عندوش اصلا السبل ولا الوسائل التي يعني يرتفع بها ويرتفع على الناس. الفوائد المستنبطه: الكبر من النفاق والتواضع من الايمان، اثبات كلام الله جل في علاه، المتشبع بما لم يعطى كلام الثوب زور وعقابه اليم. الشيخ الزاني يملك كذلك. تفضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.